السلام عليكم ورحمة الله. تحية رياضية للجميع الأصدقاء الرياضيين داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنتكلموا فيه على ما حصل في المجموعة الأولى. كيف ما كتشاهدوا على الشاشة، فغنتكلموا في هذا الفيديو هذا على التأهل ديال فريق أمالوي السرك اللي تمكن من احتلال صدارة المجموعة الأولى بمجموع 7 نقاط، انتصارين وتعادل واحد، والتحاق فريق اتحاد سلامة بفريق أمالوي السرك إلى ربع النهاية. اللي ممكن نقوله على هذه المجموعة اللي باهت تقريبا جميع أسرارها حتى لآخر لحظات. فالمواجهتين اللي كانوا بالأمس كانوا ما بين فريق أهلي الدار البيضاء وفريق أمالوي السرك، هذا الأخير حسمه لصالحه بنتيجة 4-2. بينما هو بطبيعة الحال كما قلت منذ البداية ديال هذا الدوري، هذا منذ ما شفت أول مقابلة ديال فريق أمالوي السرك، فعنده لاعبين خطيرين جدا سريعين، موعد الرحولي وأيوب عقيلو، اللي تمكنوا من تسجيل الأهداف الأربعة للفريق وفرزت لنا هداف جديد للدوري اللي هو اللاعب ايوب عقيلو. بالنسبه للمقابله الثانيه اللي دارت ما بين فريق ريال كازا وفريق اتحاد السلامه، مقابله اللي كانت غادي تعطينا متاهل، الفائز في هذه المقابله كان غادي يتاهل الى رفقه فريق امالوي السرك. فريال كازا وفريق اتحاد السلامه المقابله انتهت 3-0 لفريق اتحاد السلامه. الفرق كان في التجربة صراحة، المقابلة كانت حماسية، كانت قوية، كانت ممكن تعطي أي نتيجة، لكن فريق اتحاد السلامة فضل التجربة ديالو فتمكن من التأهل والفوز بحصة عريضة اللي هي 3-0. ترتيب على يسار شاشتكم فأصبح الشكل التالي: أمالوي السرك 7 نقاط، فريق اتحاد السلامة في الرتبة الثانية ب6 نقاط، أهلي الدار البيضاء 3 نقاط في المركز الثالث، وفريق ريال كازا نقطة واحدة، ويغادر كل من أهلي كازا وريال الدار البيضاء المنافسة باش يخليو المكان لأمالوي السرك وفريق اتحاد السلامة. بالنسبة للتصريحات ديال مسؤولي الفرق، فكان معنا المسؤولين ديال 3 فرق: فريق اتحاد السلامة وفريق الأهلي وفريق ريال كازا. نخليكم مع هذا الفيديو ونرجعوا نتكلموا على فريق أمالوي السرك. مهم، السلام عليكم الإخوان كاملين، مرحبا بكم جميعا. هارد لاك لكاع الفرق اللي تقصات، وحد سعيد حد أوفر الفرق اللي تأهلات في قادم المناسبات إن شاء الله. معنا اليوم ياسين ديال مدرب ديال فريق ريال كازا، معنا حاتم عميد فريق ديال فريق اتحاد السلامة، ومعنا فاضل عميد فريق الأهلي البيضاوي، في انتظار الالتحاق ديال الأخ مصطفى رئيس فريق ديال فريق أملوي السرك متأهل على المجموعة الأولى. فنشوفوا التصريحات ديال جميع الفرق اللي كانت مشاركة في المجموعة الأولى. غادي نبدأ بياسين مدرب ديال ريال كازا. ياسين، كسؤال أول شغنقول لكم، كيفاش كتشوفوا مستوى التنظيم في البطولة، وكيفاش شفتوا 3 ديال المقابلات الأولى ديالكم في هذا الدوري الرمضاني؟ للتذكير فقط، فياسين الفريق ديالكم انهزم في مقابلتين وتعادل في مقابلة واحدة ضد المتصدر فريق أمالوي السرك. تفضل أخ ياسين. اوكي، السلام عليكم الاخوان، كنشكر جميع الفرق اللي مشاركه في هذا الدوري الرمضاني. كنشكر اللجنه المنظمه على السهر ديالها على انها تقوم بهذا الدوري في احسن وتسهر عليه باش انه يمر اجواء رياضيه، وكنشكر لجنه الحكام وجميع الحكام اللي كانوا معنا، وكنشكر الزملاء ديالي الاخ فاضل والاخ حاتم، وبالاضافه للاخ مصطفى اللي ما متواجدش معنا دابا. وبحكم التنظيم بالنسبه لي احنا فريق ريال كازابلانكا اللي حديث النشاه، فريق اللي فريق اللي المشاركه ديالو هذه اول مشاركه رسميه لنا في شي دوري، يعني ما نقدرش نحكم، ولكن هذا ما كيعنيش على انه كتوصلني الاصداء ديال الدوريات الاخرى اللي تنظمات، ولكن نقدر نرسم عليه هو ان هذا الدوري ناجح
ب 95%، حيت ما كاينش الكمال لله. ما يمكنش نقول لك، بغيت نقول لك 100%، ولكن غنقول 95% ناجح على جميع المستويات، لا من ناحيه الفرق اللي مشاركه، اللي تبارك الله في المستوى، لا مدربين لا لاعبين اللي كويريه بمعنى الكلمه. كنشكر الفرق اللي معانا في الدوري، اللي هما املو اسرك واتحاد السلامه والاهلي كازابلانكا، على الروح الرياضيه ديالهم، على القتاليه ديالهم. تبارك الله فرق في المستوى، ما لقينا معاهم حتى شي مشاكل، وكنتمنى على انهم تما يكونوا ما لقاو معنا حتى شي مشاكل. جينا باش نلعبوا الكره، ما جيناش على قبل شي حاجه اخرى، جينا باش نلعبوا الكره، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا شكرا الاخ ياسين، وشكرا على التنويه ديالك بالتنظيم. ندوز مباشره للفريق اللي احتل المركز الثالث في المجموعه الاولى، ندوز عند الاخ فاضل خلدوني. فريق الاهلي البيضاوي انتصر في مقابله افتتاح ضد ريال كازا، وانهزم في مقابلتين متتاليتين. نفس سؤال اخ فاضل، كيفاش كتشوفوا التنظيم ديال الدوري، وكيفاش كتشوفوا ثلاثه المقابلات الاولى اللي جريتوها في هذا الدوري الرمضاني اللي مازال ما ساليناش؟ السلام عليكم. السلام عليكم بعدا، وشرف لي اني نكون حاضر معاكم. وكيبغي نهني اول حاجه الفرق اللي دازت واللي غادي تدوز ان شاء الله، وحد اوفر الفرق اللي ما دازتش. هذه هي كوره، ما عندنا ما نديرو، فهمتي؟ درنا اللي في جهدنا ما كانش. اول حاجه التنظيم اخويا، راه التنظيم كنشكروا كاع الناس اللي وقفوا على هادشي باش التورنوا تنجح وتوقف، ولعبنا ان شاء الله التورنوا. كانوا بعض الهفوات، حنا كيبان لينا كاين هفوات ديال التحكيم، هادي داخل في كورة، تعلمنا منها بزاف الحوايج. كيف ما كيعرف الجميع، حنا فرقة اللي عاد بادية، يعني فهمتي، خدمنا في ظروف ديال 3 شهور، حاولنا نجمعوا فرقة، وقفنا على الخصائص، قدينا كاع رمينا كاع الخطط اللي خصهم يترموا. كانوا دراري جداد، المهم درنا فريقة، دخلنا التورنوا. هادي أول مشاركة، حنا كنا كنديروا ماتشات ودية باش نشوفوا الخصائص ديال الفرقة. هذا كان أول دوري، اول مشاركه رسميه، استفدنا منها بزاف، ما ساعدناش لحد ان باش ندوزو. واش غادي نقول لكم، هذه هي كره، هذه هي كره، ما عندنا ما ندير. وبرافو للناس اللي نظموا هذا الدوري هذا، وبرافو للناس اللي دازوا. شكرا الاخ فاضل، تحيه ليك وتحيه لكل فريق الاهلي البيضاوي ان شاء الله، وحظ اوفر في قادم المناسبات. ندوز الاخ حاتم. حاتم اللي الفريق ديالو تاهل باحتلاله الصف الثاني في المجموعه ا. نفس السؤال، التنظيم، كيف جاك التنظيم؟ كيفاش عشتوا المقابلات الاولى اللي لعبتوها، ثلاثه ديال المقابلات؟ الاشاره، فكنتوا انهزمتوا في اول لقاء بهدفين لصفر. الكل اشاد على ان الفريق ديالكم عنده مستوى كبير. نقدر نقول لكم ان كاع الملاحظين هذه ربما ما عارفيناش، اللي شافوا جوج ديال المقابلات الاولين فرشحوا الفريق ديالكم مع فريق امالو يسرا، قالوا بان المستوى كان طالع في المقابله الثانيه، كرشحوا الفريقين اللي لعبوا المقابله الثانيه باش يدوزوا. لكن المقابله الثانيه كان لها راي اخر، سيناريوهات رهيبه. فريق ريال كازا كان منتصر 3-0 ورجع في وضيع الفوز، كذلك فريق الاهلي فكان منتصر بهدف لصفر، بهدفين لهدف واحد، وتعادل وصدق خاسر. فكيفاش عشتوا نتوما ثلاثه ديال المقابلات الاولى؟ وما تنساش لي التنظيم. اولا نبداو بالتنظيم. المستوى ديال التنظيم فهو مستوى زعما عالي تبارك الله، ماشي غير من ناحيه، حيت حنا لعبنا بزاف من 2007 وفريق اتحاد السلامه كاين، لعبنا في الحمري، لعبنا في مسابقات مزيانه، في تيرانات مزيانين. التنظيم ماشي هو الملعب، وماشي هو غير التحكيم، التنظيم هو الاهتمام ديال الناس اللي منظمين هذيك التورنوا بها. حنا راه لعبنا دي تورنوا اللي واعرين، وكنا كنتسناو الترتيب حتى من بعد 4 دورات عاد كيعطيوك الترتيب، كيعطيوك الترتيب فيه ثلاثه الفرق يلعبوا، ماتش باقي ما تلعبش. يعني كنبغي نشيد بهذه القضيه هذه، الاهتمام. حنا متابع لهذوك الفقرات اللي كديروا، كتقربنا من كل كبيره وصغيره على الدوري، وكنشاهدوا في انه فيما كنلعبوا شي مباراه كيكون شي واحد مندوب، شي واحد من المنظمين اللي كيشوف الماتش وكيحضر ليه، ماشي غير كيخليو فريق مثلا كيجيب التيران مثلا
ضد الخصم والحكام وصافي، وهما كيشوفوا غير ورقة المباراة. يعني الناس المنظمين كيشوفوا كيهتموا بالكرة، ما كيهتموش غير بالتنظيم، كيهتموا حتى بالجوانب الرياضية. بالنسبة للحكام مستوى تبارك الله مزيان، أخطاء راه ضروري غيكونوا ديما كيكونوا في التحكيم عادي، مي كيفاش كيشدوا الماتش كيفاش كيتحكموا فيه، وحتى الفرق راه ساعدوهم بالروح الرياضية. بالنسبة للماتشات، فالماتش الاول صراحه كانت اون ديسيبسيون بالنسبه لينا حنايا، ولكن الماتش اللي خدينا منه بزاف ديال الامور اللي عاوننا بزاف، سورتو الصراحه الاوديو ديالك. ياك الاوديو ديالك، هذاك الاوديو ديالك كان واحد المحفز للفريق، لانه فاش خسرنا كنا كاعين مقلقين، هذاك الاوديو دار في الليل ما بين في الواتساب، وحسينا بانه قدمنا مردود مزيان، وحسينا بانه كاينين غير شويه الاخطاء اللي ممكن اننا نصلحوها. والاخطاء كانت واضحه في اننا خرجنا بزاف، خرجنا كنقلبوا على البيت، خلينا مساحات في الخلف بزاف، سيرتو الخصم عنده ديزيلي مزيانين، لذلك اللي حاولنا اننا نلعبوا عليه في ماتشات اخرى اننا نضغطوا، ولكن نديروا واحد التغطيه وقائيه فاش يطلعوا الاظهره، نديروا واحد التغطيه وقائيه بواحد لو ميليو تيغا اللي كيجليسي. فهذه القضيه عاونتنا بزاف. بالنسبه للماتش الثاني دخلناه مزيان، مي وقع لينا واحد جوج الاخطاء كانوا تقلب الماتش، اللي ولا الخصم لاعب حسن منا ولا ضاغط علينا. من بعد ما عرفتش واش العامل البدني ولا العامل الذهني ولا حسن، ما عرفتش انا، حيت الفريق الخصم في نص ساعه ولا 20 دقيقه الاخرى ولينا كنحسوا بالماتش سهل، وماركينا واحد ثلاثه البيوتا، ومن هذاك الغوتورنمون سيتوياسيون اللي وقعت في الدوزيام ميتون ديال الماتش الثاني، من تما شدينا لو ريتم ديالنا. والماتش ديال البارح كان واحد بحال قلتي واحد التاكيد، كان واحد الماتش كومبلي، راه يقدر ياكد علينا المدرب الفريق الخصم، كان واحد لو ماتش كومبلي اللي شديناه من الاول حتى الاخر، تحكمنا في مجريات المباراه لا على المستوى الدفاعي لا على المستوى الهجومي. واحسن حاجه هي لو كلين شيت، كتربح بلو كلين شيت كتكون مهمه وكنتمنوا اننا نكملوا في هذا المسار، هذا المسار هذا ديال اننا نبقاو نطوروا مباراه بعد مباراه، ونشوفوا فين نوصلوا في الاخر في اول مشاركه لينا معكم ان شاء الله. نتمنوا لكم واحد السعيده الاخ حاتم. غنبقى معاك في السؤال الثاني. انتوما دابا بالنظر للي شفتوه في المجموعه الاولى ولا بعض المقابلات اللي تبعوها اللاعبين ديالكم، ولا حتى النتائج من خلال متابعتكم النتائج ديال الدوري، شكون اللي كترشحوا للفوز بالدوري؟ شكون المرشح الثاني؟ شكون المرشح الثالث؟ التخمينات ديالكم بطبيعه الحال رسميا هنا في هذا الفيديو هذه راه غادي نقول لك اتحاد السلامه هو المرشح اللقب، ولكن فهمتي كاينين فرق اخرى. انا ما صراحه ما شاهدتش حتى شي مباراه اخرى من غير الجروب ديالنا. فريق املو ايسترغلي لعبنا مع عنده فرقه مزيانه، كيمشي في الكونتر مزيان، وكنعرف فريق واحد، كنعرف فريق اللي انا معجب به كيعجبني بزاف هو رياض النعيم، لعبنا معاه شي اربعه المباريات، فريق كيعجبني بزاف، وحتى اللعابه معنا في الفرقه حنا كيعجبنا نلعبوا معاهم، لان فريق واخا تربحوا كيلعب حسن منك، كيلعب كره زوينه، وكيلعب واحد الكره فهمتي ديال البارسا ديال السيتي، كيلعب واحد الكره هو اللي كنعرف. ولكن بحكم ان في المجموعه الثالثه الجروب الفريق رياض الناعم لقى صعوبات، يعني راه المستوى طالع، هذه السيغ، لان هذاك الفريق مزيان ولقى صعوبات، يعني راه المستوى طالع. ما عرفتش، المهم انا كنرشح الفريق ديالنا من جانب الثقه في النفس، نبقاو تايقين في ريوسنا، ولكن راه ضروري كاينين فرق اخرى اللي غتكون حتى هي في مستوى كبير ان شاء الله. حد سعيد جميل الفرق. فاضل نفس السؤال، شكون اللي كيبان لك غادي يربح الدوري؟ شكون اللي غيتحتل الصف الثاني؟ نقول نفس الحاجه اللي قال الاخ حاتم. صعيب باش تنبأ بشكون اللي غادي يكون. تقريبا فهمتي المستويات متقاربين ديال الدراري، كيبقاو غير دوك لي ديطاي الصغار والعزيمه ديال كل فرقه والاصرار ديالو، وكل ماتش فهمتيني ما كل ماتش عنده القراءه ديالو، كل ماتش عنده التحضير ديالو، يعني فهمتي اللي غيكون مزيان واللي غيكون موجود واللي غيكون حاضر ذهنيا بدنيا راه هو اللي غادي يربح الماتش وغادي يمشي حتى لابعد نقطه في الدوري. شكرا الاخ فاضل. ياسين، شكون كيبان لك غادي يفوز؟ بالنسبه لي انا صعيب باش نحكم على شكون اللي غادي يفوز. مقابلات اللي شفنا نهضر عليها الجروب ديالنا، الفرق اللي كانت على الورق كتبان على انها ضعيفه
ما كانتش ضعيفه 100%، ولكن ربما خانت التجربه. دونك ملي كنجي نشوف النتائج ديال جميع الفرق اللي كاينه في لي جروب كاملين، فكنلقى المستويات متقاربه. راه كاين كتلقى فرقه كتربح ب 6 ل 5، 3 ل 3، 2 ل 1، 3، يعني حتى نسبه الفرق ديال الفرق المستوى ديالها كيبان لي انا انه متقارب، يعني ما كاينش. ولكن انا كنرشح اشبال سيدي مومن كنرشح اشبال سيدي مومن انها هي اللي توصل تكون في الفينال، احد قطبي الفينال ان شاء الله. نتمنى لهم حظ سعيد. كانوا انتصروا في المقابله الاولى بصعوبه بهدف لصفر، المقابله الثانيه كانوا باغيين ينتصروا باش يحسموا التاهل ديالهم، ولكن فريق الامل الرياضي كان عنده راي اخر وفرض عليهم التعادل في مناسبتين، وسالت المقابله بهدفين لمثلهما. نبقى معك ياسين، الاهداف ديالكم المستقبليه دابا نتوما خارج المسابقه ديال الدوري الرمضاني، اشنو الاهداف ديالكم المستقبليه، لا في مشاركات ولا في الفرقه ولا في كل شيء؟ اول حاجه الاهداف ديالنا اللي كاينه دابا، حنا خرجنا من هذا الدوري، هذا خصنا نجلسوا مع راسنا نديروا واحد لو بيلون، يعني حصيله لهذه المشاركات ديالنا في ثلاثه الماتشات اللي كاينين. شي ماتشات اللي كنا فيهم مزيانين وكنا ماتش، وشي ماتشات كنا فيهم خايبين، وبحال الماتش ديال البارح ما كناش حاضرين، دونك الدراري ربما طغى عليهم داك الخوف ولا خصك تربح وخصك تسنى، يعني بزاف ديال العوامل اللي دخلت في الماتش ديال البارح. دونك الاهداف ديالنا هي اننا نحافظوا على التوابيت ديال الفريق ونطعموها بلاعبين جيدين، وان شاء الله الا كتب الله اننا نشاركوا في الدوري اللي غادي ينظم عما قارب ان شاء الله، ونحاولوا اننا نحتلوا مراكز احسن من هذه اللي احتلينا دابا. شكرا الاخ ياسين. نفس سؤال الاخ فاضل، يعني الاهداف المستقبليه ديال فريق الاهلي البيضاوي. اكتيفي اخ فاضل، اكتيفي غير الميكرو ديالك، راه كنظن انهم ديزاكتيف. ياك اخويا غادي نكملوا في النسق ديالنا، هذاك الشيء اللي صبرنا من الاول، مشينا اننا نصوبوا فرقه اللي تقدر تنافس من هنا لقدام في دوريات كبار، ونمشي نعزوا الخصائص ديالنا ونزيدوا نساجموا كثر. كيف كتعرفوا الفريق باقي جديد، خاصنا انسجام كثر، خاصنا كاين بزاف ديال النقاط اللي حنا خاصنا نخدموا عليهم باش نولوا فريق كامل ومتكامل. هذا هو اللي كيبان لنا ان خصنا نخدموا عليه واللي سطرنا عليه من نهار الاول ان شاء الله. الاخ فاضل نتمنوا لكم حظ سعيد. خي حاتم، اتحاد سلامه الان بقى حاضر في تلعب ربع النهائي بعدا، هي الاولى اهداف ديالكم في هذا الدوري، هذا الاهداف المقبله ان شاء الله. فالصراحه حنا في بدايه الدوري ما كناش عارفين المستوى ديال الفرق، ولكن كنا حاطين لوبجيكتيف هو انه ما نتقساوش من الدور الاول، كنا باغيين، فكنا كنقولوها ما يمكنش في النص في رمضان نحبسوا نكملوا بعدا. منين تاهلنا فلعبوا ماتش بماتش ماتش بماتش ونشوفوا فين نقدروا نوصلوا. حنا كل ماتش نكونوا عازمين باش نربحوه، الا ربحنا مزيان، الا خسرنا راه غادي نحيوا الفريق الخصم. وبالنسبه من بعد الدوري الرمضاني فكما تقدر تكون كتعرف هذه القضيه، فريق اتحاد السلامه راه فرقه زعما دائمه المشاركه ودائمه نشوف مسابقات في سيدي عثمان، وحنا منفتحين على اي مسابقات خارجيه اخرى ولا هذه. حنا اللي الحاجه الفريق راه ديما منظم، فرقه باش تعرف 90% من اللاعبين ديالها في نفس الحي، وعندنا كاع لاعبين اللي طلعوا من الفئات الصغرى ديال نفس الفريق ديالنا. نظن حي السلامه ياك حاتي، بحال اللاعب مثلا بن عزه اللي مسجل اهداف، هذاك راه كان كيلعب معنا عنده 15 عام ومشى لعب في الهوات سميتو، دابا رجع باش يكمل الكارير ديالو اخر المواسم ديالو معنا. يعني حنايا الحاجه اللي كانت كتوقفنا هي بعض المرات قله المسابقات اللي كتكون منظمه بشكل مزيان هي اللي كتخلينا، اما الان فحنايا عجبنا المستوى اللي فيه هذه الدوره، عجبنا التنظيم ديالكم، وحنا منفتحين على اي بطوله ولا اي دوري قادم نكونوا ملتزمين باننا نشاركوا فيه. نتمنى لكم حظ سعيد،
و بلغ التحيات ديالي للاعب ايوب بن عزه، لاعب عجبني بزاف هذاك. غادي نشوف معكم في... غادي نشوف معكم فيه باش يجي الفريق لا ديالنا غير ان شاء قابل للنقاش. اتمنى خويا حكيم، عطيتي خويا في حكيم، الباو. عطيه لينا، عطيه لينا نكملوا، عطيه لينا. لا راه كيتلقى عروض هو من الفرق الهوات وما بقاش صافي، ما بقاش باغي يلعب في هذاك. لا نقدر نقول لكم اللاعب ايوب بن عزه من اهم اللاعبين اللي كاينين في المجموعه أ. بالاضافه لجوج ديال اللاعبين ولا ثلاثه اللي كاينين في فريق املوي السرك، كاين معاذ الرحولي وكاين ايوب عقيلو، بالاضافه للاعب ام زوار. حتى هو هادو ثلاثه اللاعبين مهمين بزاف في التشكيله ديال فريق املوي السرك. كنشكركم بزاف الاخوان على الحضور في فهاد التصريحات اللي كانت بشكل نقولوا غير مباشره، لاننا مازال غادي نقادهم شويه في المونتاج عاد باش غادي نقدمهم للاخوان. كلمه اخيره إن شاء حاتم. الله. إن شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال جميع المتبعين وديال اللجنة ديالكم المنظمة والحكام، ونتبقاو علاقات مزيانة ونفاتحوا على بزاف الفرق أخرى ونتعرفوا ونديروا علاقات. اللي بغيت نقول لك بأنه بالنسبة للفرق أخرى، حتى إذا كانت عندهم دي باج ولا مثلا فيسبوك ولا انستغرام، نتبادلوا سميتو، نديروا لي جيم لبعضياتنا ونتبعوا، نقدروا نديروا شي حوايج مشتركين. المهم راه نخلي لك لاباج ديالنا، ولا كانت لاباج ديال ليزيكيب الاخرين ما امكن صيفط لينا باش نصيفطها للدراري في الجروب. الاخ حاتم، شي من اللي غادي نديروا هذا الفيديو هذا في يوتيوب، خليه في لي كومونتير، خلي لي ليان ديالكم في لي كومونتير ديال صافي، انستغرام، خليو لي ليان في لي كومونتير باش ندخلوا نتعاونوا ان شاء الله. ياسين، كلمه اخيره اخي. كنشكرك اخويا العامري، كنشكر الاخ حاتم، كنشكر الاخ فضيل، كنشكر اللجنه المنظمه، كنشكر جميع الفرق. بغيت نقول لكم تسناو ريال كازابلانكا، غادي يعود اقوى واقوى واقوى ان شاء الله. ان شاء الله. صافي، كانت هذه الارتسامات ديال الفرق الثلاثه المحتله للصفوف الثاني والثالث والرابع. فريق املوي السرك، فالاخ مصطفى علواني تعذر عليه التواصل معنا من اجل تسجيل التصريح ديالو، واكتفى بالارسال لنا ديال لهذا الفيديو هذا اللي غادي نشاهدوه الان. Yeah.